بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. الله يحييكم معنا اليوم. نقدم أفضل 15 عشبة صنفها الطب القديم والجديد والطب البديل للبشرة. أفضل 15 عشبة رجاء الله يرحمكم الوالدين. قبل نبلش الفيديو إذا تكرمتوا لا تنسوا تحطوا تعليق حلو وتحطونا لايك وقلب وإعجاب، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مواقع التواصل وعبر الواتس. الله يجزاكم الخير. لا تنسوا الاشتراك بقنواتنا. حسابي بأي موقع تواصل بالعالم، أي موقع تواصل في العالم أو موقع فيديو أو برامج، حسابي اسمه هذا. فأي موقع تبغى تخش عليه بس اكتب اسمي، اكتبي اسمي، اكتبوا اسمي هذا، تلقوا حسابي مباشرة. أي موقع، أي تطبيق، أي فيديو، مواقع فيديو، مجرد بس تكتب اسمي هذا تلقاني موجود. لا تنسوا تتابعوني، لا تنسوا تتابعوا البث المباشر، لأنني بقدم خلطات رائعة جدا للشفاء وللعلاج وللحريم وللرجال ولكل الناس، خلطات طبيعية جميلة جدا بقدمها بالبث المباشر. أي موقع تواصل بس تكتبوا اسمي هذا تخشوا عليه تابعوا البث المباشر، ولا تنسوا تشوفوا فيديوهاتي أبو عبد العزيز ابن العشاب بن شمر 20 سنة وحنا موجودين على مواقع التواصل، بنقدم فيديوهات جميلة جدا للناس تثري معلوماتهم وتفيدهم بحياتهم. نبدأ